تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، تواصلت منافسات الأسبوع الثالث لمسابقة سموه للصقور والصيد، وذلك بمشاركة واسعة مجموعة كبيرة من الملاك والصقارين في المملكة على كأس سمو الشيخ محمد بن ناصر بن حمد آل خليفة. هذا وقد أحرز فريق البحرين المركز الأول في فئة الحرار بعد أن قدم الفريق مستويات مميزة في اليوم الثاني للأسبوع الثالث من المسابقة، وقد أشاد سموه بالمستويات التي قدمت من قبل الملاك والصقارين للأسبوع الثالث على التوالي، مشيرا إلى أن المسابقة تزداد تطورا أسبوعا بعد الآخر، مشيدا سموه بالتنظيم الجيد من اللجنة المنظمة واللجان المختلفة ووسائل الإعلام. وأوضح سموه أن الأسابيع القادمة ستكون أكثر إثارة في ظل حرص الملاك والصقارين على الظهور بصورة مميزة وعكس الصورة المشرقة على تطور هذه الرياضة. من جانبه، وصل فريق البحرين تألقه في الأسبوع الثالث واحتل المركز الأول في فئة شوط جيرات الخلط، وتأهل الفريق للمشاركة في مسابقة النخبة على كأس سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة وسمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. هذا وقد شهدت منافسات اليوم الثاني من الأسبوع الثالث حضور عدد كبير من الملاك ومحبي هذه الرياضة. وستختتم منافسات الأسبوع الثالث بإقامة السباقات المصاحبة للمسابقة، وهي سباق الخيل العربية لمسافة 1500 متر، وسباق الهجن لمسافة 1000 متر، وسباق السلك لمسافة 1500 متر.